حفل تدشين هذا الصرح الحيوي والمتمثل بتوسعة صوامع فرع المؤسسة بخميس مشيط، والذي يهدف إلى رفع طاقة الخزن الاستراتيجي للقمح بمنطقة عسير وخدمة القطاعات المتعلقة بالصناعات الغذائية من الدقيق ومشتقات القمح الأخرى في المنطقة. أيها الجمع الكريم، في الأمس القريب دشنت المؤسسة عدد من الفروع والتوسعات في كل من الخرج وجازان وجدة والدمام والأحساء، وها نحن اليوم بفضل من الله نتابع عطاءات الخير من القيادة الحكيمة أيدها الله، لنفتتح بعون الله مشروع توسعة صوامع فرع المؤسسة بخميس مشيط بسعة إضافية تقدر بثمانين ألف طن. إن هذا الصرح الذي تفتتحونه اليوم سيساعد بمشيئة الله على تعزيز قدرات المؤسسة في تغطية احتياجات المملكة من القمح وإدارة برنامج استيراد الحبوب بكل اقتدار بإذن الله.